السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيك ايطالي اللي سميتو اسبريتشو لاتا كورنا ماري تيريكوتا، اللي هو واحد الكيك بالعجين المرمله وبواحد الحشوه رائعه اللي هي البسكوي ديال الاماريتي وجبن الريكوتا. كيجي رائع، واحد المذاق هائل جدا وسهل في نفس الوقت. العجين ديالنا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الفورص، 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده، البيضه كامله، ساشي ديال الفاني، و15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. وبالنسبه للحشوه ديالنا، هنا طحنت 200 غرام ديال البسكوي اماريتي مع 250 غرام ديال جبن الريكوتا، 100 غرام ديال السكر سنيده والبيضه كامله. بدينا بالحشوه ديالنا. هنا درت البيضه، 200 غرام ديال البسكوي ديال الاماريتي، 100 غرام ديال السكر سنيده، و 250 غرام ديال جبن الريكوتا. كنخلطوا هادشي مزيان. من بعد ما خلطنا مزيان الاماريتي ولا ريكوتا وسكر سنيده والبيض، كنحصلوا على واحد الخليط بحال هكا، كنحطو الى جنب وكنبداو بالكيك ديالنا. كنخلط النواشف هما الاولين، يعني 300 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني، و 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. كنخلطوا هادشي مزيان عاد باش كنزيدوا الزبده والبيض. من بعد ما خلطنا الدقيق والسكر سنيده والفاني والخميره ديال الحلوه، غنزيدوا البيض، بيضه كامله، و100 غرام ديال الزبده. نحركوا هادشي مزيان، خاصنا نحصلوا على واحد العجين مرمله. من بعد ما جمعنا جميع العناصر، كنحصلوا على واحد العجين بحال هكا، كتكون مرمله. هنا المول اللي كنديروه في الفران دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غنديروا حساب اللي غيعمر لينا القاع والجناب ديال هذا المول ديالنا، وغنخليه شويه باش نديرو من الفوق. غطينا القاع ديال المول ديالنا وطلعنا شويه على الجناب. دابا غنديروا الحشوه ديالنا ديال الاماريتي والسكر والبيض. غنقادوها مزيان. من بعد ما درنا الاماريتي والسكر، غنديروا داكشي اللي بقى لينا من العجين ديالنا، غنطرقوه بحال هكا من الفوق. غنبقاو غاديين بحال هكا حتى نطرقوا كاع الحشوه ديالنا حتى ما تبقاش تبان لينا. من بعد ما درنا العجين مرمل، درقنا به كاع الاماريتي، كنكونوا ديجا مشعلين الفران، كيكون خاصو يكون ديجا سخون. كنديروه على درجه الحراره 180 لمده ديال 30 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الاسبريتشولاتا ديالنا. انا زينتها بسكر كلاصي، صحه وراحه.